Le docteur Michel Hage. Ahla, docteur. Bonjour. Bonsoir, Naïda Kiefik. Ça va, Nesma Trina Bonsoir, Kramina. Naïda Kiefik. Ça va? انت ندعيش هيك ما بعرف ليش كيفك انت عضلت خطيك C'est pas un كمان ما بعرف عم تسمعني منيح هلا هلا سامعك هلا صغير كيفك انت منيحة انت الحمد لله ماشي الحال الحمد لله كنت اليوم قلت لي دكتور انه بدك تحكي عن الاميبليجي يلي هو اذا بالعربي بدنا نفسره هو سلة النصفية هو الجلطة الدماغية هو الجلطة الدماغية فيها تكون شلل نصف فيها تكون شلل كامل بالجسم بس هي تعريف الأميبليجي بالعربي هي الجلطة الدماغية وهي عدة أنواع هلا نحكي عنهم تفضل فيك تحكي مع العالم وتفسر لهم شوي عن الموضوع. أكيد أكيد أول شيء بونسوار للجميع أنا حبيت اليوم أحكي عن الجلطة الدماغية لأنه هي لها علاقة كثير كبيرة بنقص الأكسجين بالراس أو بكثرة الأكسجين بالراس، أنتم بتعرفوا أن الكورونا كمان بس تصيب الرواية بتودي الأكسجين لقدر بندوز وتحت 92 هون الخطورة فهي مش بس الكورونا بتقدر تأثر على الرواية وتأثر على القلب كمان فيها تؤدي لجلطات دماغية ولجلطات بعدة مطارح بالجسم. نحن اليوم رح ناخذ شق الجلطة الدماغية. الجلطة الدماغية هي نوعين، في عندنا الجلطة الدماغية اللي هي الانفجار بالشريان الراس، وفي عندنا النوع الثاني اللي هو انسداد بالشريان بالراس. قبل كل شيء خليني أعرف وأقول إنه كل شيء نحن بنعمله بجسمنا، الحركة إن كان الحركة، إن كان الإحساس، إن كان الكلام، إن كان المشي، إن كان شو ما بيخطر براسكم الإنسان في يعمله، في حس هو نتيجة خلية موجودة بالراس اللي هي مسؤولة عن تبعت مساج على الجسم على العضله الانسان يتحرك ويعمل حركته او يعمل حياه لشيء بده اياه. لذلك الراس مقسوم لاربع شقفات وبكل شقفه في عندي عده خلايا وهالخلايا عايشه وعم تتنفس وعم تكون عم تعطي المفعول تبعها من وراء الاكسجين. والدم هو التاكسي تبع الاكسجين اللي بيخلي هالخلايا بالراس تكون عايشه وتكون عم تعمل وجبتها كامله. بس يصير في عندنا نحن نوع من الجلطه الدماغيه ان كان انسداد بالشريان يعني فرضنا صار عندي انسداد بالشريان يعني عندي كايوسون يعني عندي صار جمود بشريان الدم تسكر الطريق اللي بتوصل هالدم لهالراس معناتها الاكسجين بخلايا الراس وقفوا يتغذوا وقفوا يوصلوا الدم وقفوا يوصلوا الاكسجين هون صار في عندي دمج انا صار في عندي تاذي بالخلايا اللي هي موجوده بالدماغ واللي هي شغلتها الاساسيه انه تعطي الاوردر تعطي الامر للعضلات بجسم الانسان يتحركوا. في يكون انفجار بالشريان اللي هو الدم تدفق بشكل كثير كبير على الراس، كميه اكسجين اللي وسط على خلايا الراس كانت كثير كبيره، هالشيء بخلي الخلايا بالراس يختنقوا من كثره الاكسجين، وهذا الشيء كمان بيعمل تداعيات بعيده لقدام على جسم الانسان. نعم أنا بدي أقول دكتور بس تخلص حديثك كل حدا بحب يسأل أي سؤال نحن جاهزين كرمال حضرتك ترد علي تفضل دكتور بدي أسألك دكتور الواحد بس يخلق فيه يصير معه جلطة يعني من هو صغير أو على كبر الجنين بس يكون ببطن امه اذا بمطرح معين صار في مشكله مع الام او صار في مشكله بالخليفه خلت الاكسجين على الدماغ يخف بيعمل مشاكل كثير كبيره مع الولد بس بيطلع عنده مشاكل جلطه بيطلع عنده مشاكل شلل بحياته كلها ايه اذا هو عم خلفوه بغرفه العمليات او الام يعني بخلال حبلها تعرضت لمشاكل معينه اكلت ضربات او صار معها تسمم او صار معها عده قصص خلال الحبل الاكسجين على دماغ الطفل بخف كثير هذا الشيء بيؤدي لشلل كثير كبير عنده بس يخلق اكيد نعم في كثير حالات صارت هيك ايه نعم وفي طيب عندك نحن أشخاص نحن ويتفضل تفضل 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 قولي في عندك أشخاص بيكون الحبل سليم وكل شيء صار منيح الولادة صارت منيحة وبعد فترة فجأة بيصير معهم هذا الموج أكسجين يلي عم تحكي عنه مظبوط مظبوط هيدي
مشاكل بتواجه الطفل من بعد ما يخلق، فيها تكون نوع من الصغيرة، فيها تكون عدة مشاكل بتصيب الدماغ. هون نحن صرنا عم نحكي مش بس بالجلطات، عم نحكي عن عدة أمراض تانية معقول تصيب السيرفو تبع الولد، يعني الدماغ تبع الولد، تخلي نقص بالأكسجين أو تأذي الخلية بالرأس، تؤدي كمان للشلل. صحيح صحيح، بس مش ضروري يكون بس نوع من الشلل هيدا من بعد ما نعم، يخلق الولد. شو العوارض التانية يلي ممكن تصير؟ عوارض شو عند الولد؟ شو معقول الإنسان يعني يحس يعني؟ يعني إن كان ولد أو إنسان كبير بالعمر، مثلا صاب 30 20، مش ضروري بس يكون ولد. شو يعني عم بتقول إنه يمكن يصير معه شلل نصفي؟ عم بسألك شو العوارض التانية يلي ممكن تصير، وإذا فينا مثلا باللحظة يلي عم بيعمل فيها الكريزة نعطيه شي تيوقف هيدا الإميبليجي، أو ما في شي تنعمله؟ هي العوارض اللي الانسان لازم ينتبه لها فيعرف حاله عم يعمل غلطات، دكتور هي مش عم تقريبا نسمعك. هلا سمعتيني؟ هلا احسن؟ اوكي. هي عادة العوارض اللي الانسان لازم ينتبه لها او اللي حواليه لازم ينتبهوا لها فيعرفوا انه هودي عوارض معقول عم يعمل الانسان جلطات دماغية، هن تقريبا 4 أو 5 فاكتورات، 4 أو 5 سمبتومات، اللي هن اول شيء المريض ببطل فيه يحكي، بصير هو عم بيحكي يغلط بالحكي، بصير الحكي عنده ثقيل. اوكي. 2، بحس بدوخه كثير كبيره وبحس بوجع راس كثير كبير. 3، بحس التوازن تبعه ضاع. 4، بحس عيونه زاغوا، صار يقشع على الانسان شخصين، صار يقشع على شغله مرتين وثلاثه. 4 شغله، معقول يحس كمان بالعيان النفس، بالعيان النفس معقول يحس بضعف كثير كبير بجسمه. هول السمبتومات هن معقول كثير كثير، يعني اذا كان في عنده سمبتومين او 3 من هالسمبتومات مفروض دغري يتجه على الطوارئ يعملوا له الاجراءات اللازمه، لانه بالبيت ما في يعمل شيء لحاله هو بالبيت. اذا كان عم يعمل جلطه دماغيه انفجار بالراس بده يلحقوه على المستشفى بخفوا له هالنسيج بالراس. واذا كان عم يعمل انسداد بالشريان لازم يلحقوه على المستشفى يعطوه دواء مسيل للدم كرمال يرجع الجلطه تخف من راسه وتفتح يفتح مجرى الدم على الدماغ. يعني شو ما كان اسرع انه يروح على الطوارئ كل ما كان احسن له. بس هول هن السمبتومات اللي بيصيروا معه، 4 لـ5 سمبتومات اللي هلا ذكرناهم، نعم اللي هلا ذكرناهم. نعم حكيم. وبدي أسألك، مثل البيبيات مثلا، في عندك أطفال بتصير معهم جلطات، ما بيعرفوا يعبروا شو عم بيحسوا، أو ما فينا نعرف شو عم بيصير معهم، كيف فينا نتعامل مع هود الأطفال يلي عم بيصير معهم جلطات؟ إنه كيف فينا نعرف تنعمل له غتخبيه بسرعة تما تتطور هيدي الجلطة؟ هلا هو نهدا صراحة تصيب الأطفال الجلطات الدماغية، تصيب الأطفال هي من النوادر، من النوادر تنصابوا بجلطة دماغية. أنا سبق وقلت لك إنه معقول كثير فاكتورات غير الجلطات عند الولد يؤدوا له لشلل بجسمه، بس مش الجلطة سبيسيفيك، مو جلطة عم نحكي عن الجلطة. بس إذا عم نحكي عن ولد صغير وطفل صغير أمه مش عم نسمع. سمعتيني هلا؟ رح ارجع عد لك، انا كنت عم سبق وقلت لك قبل نهدا، هي عاده الجلطه الدماغيه بحد ذاتها تصيب طفل صغير صعب شوي صغير من النوادر. انما عده قصص، عده مشاكل صحيه بتصيب الولد هو صغير غير الجلطه الدماغيه معقول تؤدي عنده لشلل نصفي او شلل كامل. يعني في عده مشاكل بتصيب الولد، بتخلي عنده مشاكل صحيه، يعني بتصيب الولد بتخلي هالولد يصير عنده نوع من الشلل. هلا الوالده امه او اهله او بيه او 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 الاهل اللي حواليه لازم ينتبهوا على حركه الطفل، يعني على حركه ايديه، على حركه اجريه، اذا عم في يمشي مش عم في يمشي، اذا بس تعجوا له ايده او اجره عنده ريفلكس معين بايديه وباجريه، بده ينتبهوا على شوي على الاحساس اللي عنده اياه باجريه، على الاحساس اللي عنده اياه بايديه، على الاحساس اللي عنده اياه بجسمه، على هول القصص. فهمت علي؟ هي كيف؟ فالفكرة انه مش الجلطة الدماغية بحد ذاتها هي بتصيب الولد، من النوادر جدا، بس في كثير امراض بتصيب الولد بتخلي انه يصير عنده نوع من الشلل للولد. ايه، بس الاميه الولد الام لازم تنتبه على هالقصص اللي حكينا عنه، اللي هن اهم شيء الحركة، الرفلكس تبع ايديه واجريه، الاحساس اللي عنده اياه، اذا ببول تحته كثير يعني بشكل كثير كبير. يعني الولد اللي عمره 5 6 سنين مش مفروض بقى يعمل تحته صراحة كثير، يعني إذا ما في هدي حاله
على التواليت ريتونشن اورينير، اذا ما في ينتبه انه هلا بده يبول. بس برجع بعد لك انه الولد الصغير طفل كثير صعب تصير معه جلطات صراحه. نحن بنطلع عند الرجال الكبير او الانسان ب 30 سنه بال 40 سنه على الانسان الناضج، بنراقب نحن الفاكتورات اللي قلت لك عنهم، زوغان العيون، الحركه، وجع الراس، عيان النفس، الاستفراغ، ضعف الجسم، بنشوف كمان كمان الفويت اورينير عنده، هول كلهم. فهمت علي؟ ايه فهمت عليك دكتور. وفي حضرتك يمكن بتعالج هالاشخاص اللي بيصير معهم جلطات، مش هيك؟ يعني صحيح. يلي بيصير معه جلطة، في احتمال ما تدهور صحته كليا، لانه بفضل الدومين يلي حضرتك درسه يمكن بتخلي المريض يصير شوي احسن. إذا فيك صح. تحكينا شوي عن العلاج يلي لازم ينعمل له، وشو يعني البيانفي تبع العلاج إذا بتوقف هذا الجلطة، إذا بتصححه 100%، إذا فيك تخبرنا شوي عن هاي الشغلة. اكيد انا كنت اول ما بلشت الحديث كنت بعدني عم فسر لك عن شغله، كنت بعدني عم بشرح شوي عن الامبولوجيه. وصلت لمرحله اقول لك انه الجلطه فيها تكون جلطه توتال عند المريض، كامله عند المريض، معناتها عنده شلل كامل بجسمه، ايديه واجريه اثنيناتهم ما بقى في حركهم. هي عاده الجلطه بتجي نصفيه، بس ببعض المطارح بتجي كمان على اثنين كتي، بتضعف ثاني كتي كمان، ثاني ميله كمان. نعم. اذا نحن عم نحكي بس عن جلطه نصفيه على ميله وحده، ان كان ميله اليمين او كانت ميله الشمال، فيها تكون توتال، يعني تكون الشلل كامل، يعني لا الايد لا الاجر بقى بتتحرك ولا نص جسمه بيتحرك، هون عند الحركه جدا راحت على الاخر. فيها تكون نصفيه، نصفيه معناتها الحركه تاذت كثير، بس انا ما بعد شوي موجوده والاحساس بعده شوي موجود. بالتوتال الاحساس والحركه كلهم راحوا، وفي يكون كمان اتنت للكلام، للتركيز، للعيون. نعم. فهمت علي؟ الجلطه الدماغيه بتاثر على الحركه مثل ما قلنا، بتاثر على الاحساس، بتاثر على الكلام، بتاثر على التركيز، بتاثر على كل شيء خاصه بالكوردينيشن، يعني كل شيء خاصه بانه المريض يعمل عده قصص بالفرد، يعني يحكي ويحرك ايده، افترضنا يحكي ويحرك اجره اكزامبل. طيب نحن كدكاتره بالعلاج، انا اختصاصي كمان دكتور بالفيزيوثيرابي وثيرابي مانيال، وانا متخصص بالجهاز العصبي. رح فصل لك شوي صغيره نحن كيف بالعلاج بصندر ديكاسيون شو بنعالج. ربنا خلقنا خلايا، ما كنا بنحكي نحن قبل بالراس انه الخلايا الاساسيه هي موجوده بالراس، هي بتعطي الامر من الخلايا على العضل انه الانسان يتحرك، يحرك عضلته. بس ربنا كمان خلقنا سلول حوالي الراس، سلول كورتيكو اسمه هولي، نحن شغلتنا بنخلي هالخلايا اللي ما عندهم شغله نشيلهم نحطهم محل الخلايا المتاذيين، تنعمل اعاده تاهيل لهالحركه اللي عنده اياها المريض، تنرجع نحرك له ايديه، نرجع نحرك له اجريه. نحن بنفيد المريض انه نرجع نعمل له اعاده تاهيل للحركه، اعاده تاهيل للاحساس اللي عنده اياه، بنخليه يرجع يعمل التركيز المضبوط، كوردينيشن مضبوطه، نرجع نعمل له اعاده تاهيل للحركه اللي يمشي، تقوم يمشي مضبوط، يرجع ما يعرج. نحن بنرجع كمان بنظبط له طريقه الكلام، طريقه اللفظ، بنخليه بنظبط له الحركه الصبيعه تبعه، البريسفين اللي عنده اياها بصبيعه. عند هذا نحن عم نحكي هون بالجلطه النصفيه اللي هي بارسيال، اللي هي منا كامله، يعني الحركه بعد شوي موجوده. بس نحكي عن جلطه دماغيه كامله توتال، نحن هون صار مركز شغلنا اكثر انه نحرك المريض بالضغط، ما نخليه ينعقر، نقعده ما نخليه ينعقر، نحرك له كل مفاصله، نشغل له شوي عضلاته ما يضعفه على الاخر، ما يذوبه على الاخر. تركيزنا هون بيكون اكثر شيء انه يكون المريض ما ينعقر، ما يجمدوا مفاصله، ما يدوبوا عضلاته وعصبه ما يشد كله سوا. نسينا نحكي شوي صغير انه في عندنا نوعين كمان من الامبلوجي، اللي هي يا سباستيك، يعني العضل المريض بيبقى شكله هيك جامد كله سوا، ايده واجره هيك عاملين، هذا السباستيك. وفي يكون الامبلوجي تبعه تكون فلاسك، تكون عضلاته رخوين، يعني ايده قاشطه كله سوا واجره قاشطه. اوكي، هون نحن بس يكون في عنده شوي المريض بس او نحن بنستفيد منه اكثر تنخلي الحركه ترجع، يعني بنستفيد منها بس موجوده عنده تنرجع نمشي له شوي الحركه بجسمه. وبس يكون المريض فلاسك عاده بيكون عندنا مجال انه نرجع نشغل له عضلات ونشغل له هالخلايا بالدماغ تيرجع يعطوا الامر من الدماغ على العضله انها تتحرك. مثل ما قلت لك قبل، المشكله عند المريض مش ضعف العضل، المشكله هو المساج نيرف المارق من الراس على العضله. نرجع هو هذا هو الانترنوبي، هذا هو الواقف. نحن شغلتنا نرجع نخلي هالمساج نيرف من الدماغ على العضله يرجع يمشي من اول وجديد،
رجع الحركة اللي عنده. أوكي؟ نعم وي. أي دولي. أي دولي. كتير مهمين هالمعلومات دكتور، وبعتقد في كتير عالم لازم تعرف هيدي ال يعني الإجنيم يعني من بتصير من ورا هيدا الإميبليجي، كرمال يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا ولوين لازم يتجهوا. فبدي أسألك، اسكو في احتمال انه المريض يرجع يصح على 100% او لا؟ رجعت نايدا، نحن بالإميبليجي في كتير حالات شفيوا 100% حسب قديش درجة الإصابة بالرأس، تنكون واضحين مع المشاهدين يفهموا علينا مزبوط ويعرفوا شو هو العلاج يعرفوا لوين رايحين. حسب قديش مقدار الإصابة، قوة الإصابة بالدماغ بخلايا الدماغ بتأذوا، قديش كانت قوتها، قديش كانت نحن سهل علينا العلاج. إذا كانت هالخلايا متأذية توتالمون على الآخر على الآخر على الآخر على الآخر على الآخر، ما في مجال انه هالمريض يرجع حياته طبيعيه طبعا. بس نعم انما اذا كانت هالاصابه بارسيال، يعني هالخلايا بعد في عندي خلايا تانيين بعضهم موجودين بقدر استفيد منهم انه يقدر ارجع اعمل له اعاده تاهيل، المريض بيتحسن لدرجه 80 ل 90%. اوكي اذا كان متأزم كثير واستفاد 80 ل 90%، هذا شيء كثير كبير وشيء كثير مهم وشيء كثير منيح. نعم ومعه مع الحياه، يعني بيبقى عنده شويه دقات صغار، لانه يمكن شويه احساس، يمكن شويه حركه اجر خفيفه، بيبقى عنده شويه عجز خفيفه، يمكن شويه ضعف بالاحساس، يمكن شويه عضلاته نتف صغيره بيبقى ضعاف، بس بيرجع يعيش حياته طبيعيه، بيرجع الحياه الطبيعيه نورمال. نحن الهدف الاساسي عندنا بالعلاج انه نرجع نفوته على الحياه الاجتماعيه والحياه العمليه من اول وجديد، نعم لانه هو بس ينصاب بيبعد عن الحياه الاجتماعيه وعن الحياه الاجتماعيه عن الحياه العمليه طبعا من وراء اصابته. نحن الهدف الاساسي من اهداف العلاج تبعنا انه نرجع نرده على الحياه الاجتماعيه والحياه العمليه من خلال العلاج، من خلال اعاده تاهيل هالخلايا اللي بالراس اللي هي بتخلي الحركه عنده تكون موجوده وتخلي الاحساس عنده بجسمه يكون موجود. حلو. أنا بدي أقول لكل الأشخاص اللي عم بيحضرونا، إذا عندكم أي سؤال دكتور ميشيل بليز اكتبوا لي إياهم على الكومنت كرمال تقول له إياهم. حيالله سؤال بتحبوا تسألوه إياه، نحن جاهزين نوصل له السؤال. دكتور أكيد أنا جاي بقول بتحب كمان تضيف معلومات هيك زيادة تكنا تلقينا الأسئلة تبع العالم؟ طبعا. أنا بس بقول لك إياه إنه أنا بدي أطلب من العالم، من المشاهدين، إنه هن يعيشوا حياة هيلثي، يعيشوا حياة صحية، بمعنى إنه يخفوا أكل المقالي، ينتبهوا على نظام الغذائي تبعهم، يعني يخفوا أكل المقالي، يخفوا أكل الزيوت، يخفوا أكل الملح كتير، لأن الملح بيعلي الضغط، والضغط هو أكبر فاكتور بخلي الإميبليجي تبين، بخلي جلطات يبينوا، الدخان يوقفوا دخان، الدخان بيخلي يعني فاكتور كتير كبير إنه يخلي جلطة كمان تكون موجودة. يعملوا حركة بدنية، يعملوا سبور، يمشوا كل يوم، يسبحوا، يعملوا شوية حركة بالبيت، يعملوا رياضة. الرياضة بتخلي نمط الدم بجسم الإنسان يكون مركلش، يكون ضغطه عنده مركلش. ينتبهوا إذا كان عندهم هن فاكتور بالعائلة، عندهم حدا بالعائلة عنده ضغط من قبل أو عنده مشاكل بالقلب، ينتبهوا يعملوا فحوصات على طول، يتابعوا حالهم بالفحوصات الطبية، ما يهملوا حالهم. ما هذا هي الإيجان دو في، هو نظام الحياة، يخفف التعصيب. التعصيب هو من أكثر الفاكتورات البسيشيك اللي بتخلي الإنسان يعمل نوع من الجلطات. عملوا دراسات خلال الزمن على عدة سنين باكبر فيدراسيونات بالعالم، لقوا انه التعصيب بالفاكتور البسيكولوجيك هو من اكثر الفاكتورات اللي بتخلي المريض يعمل جلطات دماغيه. لذلك انا اللي نعم بنصح فيه المرضى انه ينتبهوا على هالقصص، يعيشوا حياه سليمه، يعني يخفوا تعصيب، يخفوا ستريس، يوقفوا دخان، يخفوا شرب الكحول، مشروب، ياكلوا اكل غذائي سليم، يعني يخفوا الزيوت والمقالي والسكريات وكل شيء اكل خاصه بالملح. هول 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 يمارسوا الرياضه يوميا. هيدي الحياة السليمة، هي الأسلوب الحياة السليم اللي بيحميهم من عدة مشاكل صحية، مش بس جلطات دماغية، من عدة مشاكل صحية أخرى معقول تصيبها. اوكي حكيم، في حدا عم بيسأل ممكن بتصير الجلطة بدون ما تأثر على الجسم؟ لا 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 لا، سرقة الجلطة ولا ممكن إلا ما تأثر على مطرح معين جسم الإنسان، لأنه الجلطة هي عم تصيب. إذا نحن عم نحكي عن جلطة دماغية، انتبه، إذا عم نحكي عن جلطة دماغية
جرب دماغية اللي هي بتصيب الخلايا بالراس، ولو ممكن ما تترك دقات. في بعض العالم بيقولوا لك انا صار معي جلطات، عملت صوره لقيت عندي قالوا لي حكم انه انا عندي جلطه براسي بس ما حسيت فيها، ولا ممكن تكون ما حسيت فيها الا ما تحس بضعف، الا ما تحس بخلل بالتوازن، الا ما تحس بنقص معين بالزواغين بعيونها، الا ما تحس بضعف بالاحساس، ولا ممكن تمر هيك. واذا مرت هيك وما حسيت فيها، معرضه هذا الانسان معرض انه تصيبه جلطه دماغيه كثير كبيره بعدين، ينتبه على حاله. نعم، و يعني واسي ان سوجي تري تري ديليكا، يعني أكيد الواحد أكيد يعني مثل ما عم تحكي، يعني انا تفاجأت فيك انه عم تحكي عن النظام الغذائي، انه قدي النظام الغذائي يعني له تأثير على هيدي العوارض تبع الجلطة، أكيد يعني أكيد أكيد سي تري امبورطون. يعني كمان يعني حكيم، انت بتنصح كل حدا بيصير معه هيدي الجلطة بتنصحه يروح عند ديتيتيسيان، يعني هي بتعرف شو بدها تعطيه، او بتكون اون كونتاكت انت وياها مثلا؟ انا بنصح كل مريض قبل ما يصير معه جلطات يكون عند مظبط اكله ويروح عند السونيست شو بعد الجلطه انا بنصحه يكون عم يتابع اكله ونظام اكله ونظام غذائه قبل ما يروح، قبل ما يشوف، يعني يكون عم يشوف نوتريسيونيست قبل ما لا سمح الله تصيبه اي مرض او اي يعني اصابه، لانه الاكل بيرجع كأنه بهدد عم المعده. بتقول كأنه عم بتقول يعني إذا تبعنا نظام غذائي صحي منخفف من الريسك يصير معه هالجلطات. 80% بتشيل الريسك عنك 80% انه تكون عم تصيبك، نعم، لانه نايبه اذا بتطلع اذا بتراقب اصابات العالم بتلاقي يا فاكتور جينيتيك يعني عنده اياها بالعائله، يا هو نظامه الاكل مش مظبوط، نظام الغذاء تبعه مش صحيح، يا هو بعسل كثير، يا هو بيشرب دخان كثير، يعني نمط حياته 80% و20% من عائلته نعم جينيتيك، نعم 80% الانسان معرض ينصاب هالمشاكل من ورا هو من ورا حلو ايده. نحن عم وي ننصح العالم انه يا جماعه انتبهوا على حالكم، لا سمح الله ما تتحطوا بهالموقف ويكون الندم صار صعب. يعني حكيم، بدي أسألك، حسب ما بعرف إنه حضرتك كمان كنت مدرب سبور، هلا أنت بالكونفينمون يلي عم نعيشه، بتنصح إنه شو بتنصح العالم؟ لأنه بتحس العالم هيك ديموتيفي وما إلهم الجلد يتحركوا، شو يعني إذا بتنصحهم يعملوا سبور بالبيت، أو هيك بتعطيهم شوية معنويات، ما بعرف إذا بتحب تقول شي عن هذا الموضوع. أكيد أنا بدي أقول أنا السبور هو من هواياتي الأساسية، وقبل ما بلش قبل ما أفوت بمجال الطب كنت أنا أمرن سبور، كنت أمرن رياضة كنت حبها كثير، وبعد ما بحبها وبعد ما مارسها أنا اللي بقول لهم إياه للعالم إنه السبور هو قبل ما يكون شيء لصحتنا هو ترفيه نفسي عنكم، يعني أنتم ضغوطات الحياة كل يوم عم تعيشوها وضغط الشغل وضغط العالم وستريس العالم، خاصة الإنسان اللي بيتعامل مع عالم كثير كل يوم بياخذ هالانرجي نيجاتيف منهم، يعني هال كل شيء خصو هالستريس اللي عايشينه العالم بيعطوه اياه له، فهذا الشيء بتعب نفسيته بتعبه وبخليه يكون محبط ببعض المطارح، لذلك ما في شيء غير السبور بخليه موه بخليه هيك شوي يفرفح، عدا عن فوائد اللي هي بتفيده لجسمه، بيبني جسمه بشوف حاله جسمه حلو، بشوف مفاصله مليانين جسمه مليان، بحس حاله قاعد مرتاح مبسوط. السبور ولا مرة كان بيضر الإنسان إذا انعمل بالطريقة الصحيحة. السبورت هو كمان فكرة، خلق، السبورت خلق تيفيد المريض، تريحه نفسيا، تيفيده جسديا، تيفيده إذا بدك هيك كفورم شيء كثير حلو، بس برجع بعد لك إذا انعمل بالطريقة الصحيحة. يعني ما في المريض يروح يعمل سبور إذا حاله يروح على النادي على الجيم يحمل أوزان ما في يحملها يجي لما يروح ظهره، مش اللي عنده كليك بيتعالج ساعتها ما في راح يحمل اوزان ثقيله، يعمل كرومبات بظهره، يعمل اصابات كبيره بكواحله بركابه بكتافه بكعب الظهر بالديسكات، بده ينتبه كيف عم يعمل سبور، بده يكون مش در، يعني هو عاده البيرسونال ترينر بيساعد الانسان انه يتمرن صحيح، بس في الانسان يتعلم البيرسونال ترينر هو لحاله يمارس هوايته مظبوطه نعم بشكل صحيح، مش كل العالم قادرين يتحملوا تكلفه البيرسونال ترينر، بس فيني
تعلموا مره ومرتين، وهن بقيه الاوقات يتكفوا لحالهم. يعني لازم يكون عندهم نصيون معينه عن سبور، كيف يمارسوه، كيف يعملوه، يعني فكره كبيره عن الرياضه كيف يمارسوها بطريقه صحيحه تيستفيدوا منها ما يأذوا مظبوط. حالهم. يعني هلا انت بتنصح كل حدا بده يعمل سبور في يفوت على اليوتيوب مثلا يشوف بيرسونال ترينر ديز اكزرسيس هيك بسيطة بتخليهم شوي يتحركوا، او بتنصحهم افضل انه يشوفوا بيرسونال ترينر مثلا مثل ما هلا عم نعمل انا وياك على الانترنت ميتينج او هيك؟ شو بتنصح اكتر شيء؟ انا بنصحهم، لان بتعرف ان الانترنت صار مباح لكل العالم، يعني كل حدا في يفوت على الانترنت وينبش ويشوف ويلاقي قصص كثير يعملها. بس انما برجع بدك بده ينتبه على القصص اللي بتفيده وعلى القصص بتضره. عاده البيرسونال ترينر بيكون مخول انه يقول له للمريض، خاصه اذا عم بحكي على المريض عنده مشاكل صحيه، يعني عنده مشاكل بظهره او مشاكل بركيبه او بكتافه. عادة البيرسونال ترينر بلبنان بيكون مخول انه يقول له هالحركة بتأذيك، هالحركة بتفيدك، هالحركة فيك تعملها، هالحركة ما فيك تعملها. نعم في شوي يفيده كيف يعمل طريقة السبور. البيرسونال ترينر مش مخول هو يعالجه، نحن بنعالجه، نحن الحكم بنعالجه، بس انما البيرسونال ترينر بيوجهه اي حركة يعملها واي حركة ما يعملها. اوكي عرفتي كيف؟ لذلك تمام. انا بنصحهم انه مره او مرتين او ثلاثه يكونوا متابعين مع بيرسونال ترينر، بس يحسوا حالهم صاروا ملكينا للسبور، يقدروا يمارسوه لحالهم، صاروا يعرفوا كل القصص اللي لازم يعملوها، كل الكليات يمارسوها لحالهم. بس انما انا بفضل انه اول فتره يكونوا عم يتابعوا مع حدا انت يكونوا عارفين نعم شو عم يعملوا. حكيم، بدك اطلب منك تخبر العالم حضرتك وين فاتح الكلينيك تبعك، انه اذا حدا بحب يستشيرك بحيالة موضوع يتوجه لعندك كرمال انه تشوف كيف فيك تساعده. أكيد أنا عيادتي بأليسار، صوم كالاريا بأليسار، بلوك بي، كلينيك دكتور ميشيل حج. أنا ساعة اللي بحب حدا اللي بحب يستفسر يقرأ أي استفسار افحص وشوفه ما في ولا أي مشكلة، أهلا وسهلا بكل بالجميع. أنا حضرتك بتمنى، بثاني طابق أنا رابع طابق تقريبا برابع متاج، طابق؟ رابع طابق. نعم حيالله حيالله مريض بحب يستفسر، بحب يسأل حيالله سؤال، أنا موجود، ما أبدا ما يترددوا. أهلا وسهلا بكل الجميع، وأنا بتمنى إنه ما حدا ينصاب، ما حدا يصير معه شيء ما يعوزني. على نحن بس نحن عايزينك موجودين دكتور، قدام حالنا، نحن عايزينك بكل موجودين قدام حالنا. النواحي، لأنه إن كان يعني لو من دكاترة مثل حضرتكم يعني ما بعرف وين كنا وصلنا، وخصوصي ميرسي إنه ميرسي. هلأ كنا عم نحكي عن الإميبليجي وحكينا شوي عن ال يعني ال personal sport personal trainer هيك، يعني حيالله موفمون غلط إنه ما قلنا غيرك يعني ف صحيح، انا نحن موجودين تنساعد المرضى، تنخليهم يرجعوا يخلصوا من اوجاعهم ويرجعوا حياتهم طبيعيه نورمال 100%. نحن واجباتنا هيدي ودرسناها وتعلمناها تنقدر نفيد المريض. مثل ما بتعرفي ربك بيخلق من كل الدومينات، من كل هذا العالم يكون عايشين برياحه وبراحه. وانا مساعد دوماني هو الدومين الصحي، الدومين الطبي، تقدر افيد المرضى باكبر بشر اكبر وجه ممكن، يعني بقدر افيدهم وساعدهم. وحيالله حدا بحب يستشيرني اهلا وسهلا فيه، ولا ابدا انا مستعد اجيبه وساعد قد ما فيه قدر المستطاع. ميرسي كتير دكتور ميشيل حاج، نحن دايما مستعدين اذا بتحب تطلع حيالله وقت لايف حيالله نهار كمان، اهلا وسهلا فيك. ولعلم ميرسي كثير، كل اربعة على الساعة 12 ناطرين الفيديو تبعك، وان شاء الله دايما عم بياخدوا مصداقية كتير حلوة على فكرة، يعني الناس عم ميرسي تنبسط بالمعلومات اللي حضرتك عم تعطينا اياها وعم بيتثقفوا، وكمان اذا بدك صاروا يعرفوا في اشخاص يعني عم بيتفاجئوا بمواضيع ما كانوا يعرفوها انه لازم يتوجهوا مثلا عن فيزيوثيرابيست او دكتور مثل حضرتك. يعني كثير حلو يلي عم المواضيع حلوين عم تحكينا عنهم، ونحن ناطرينك كل اربعه على الساعه 12 اذا الله راد. ميرسي هذا، ميرسي لك. انا بشكر كلامك اللطيف الحلو،
وأنا بشكر المشاهدين على استماعهم لنا اليوم، وأنا بتمنى أكون وصلت لهم الرسالة اللي لازم أوصلها، اللي هي الرسالة الصحية الطبية اللي بتفيدهم وبتحميهم من مشاكلهم، وبتخليهم يعرفوا إذا لا سمح الله حدا عم بيصير معه شيء، يعرف شو هي عوارض، شو هي السيمبتومات، يقدر يطلع منها بإذن الله بأقل ضرر ممكن. أنا برجع بقدم شكري لإلك وشكري للمشاهدين، وميرسي لكم، وإن شاء الله الحلقة قديمة مع أهلا بإذن الله. وسهلا فيك حكيم، ومثل العادة بالسلامة. كلكم صرتوا تعرفوا إنه بكل فيديو رح ينزل الرقم الحكيم دكتور ميشيل حاج، فيزيوثيرابيوت، أوستيوبات، ثيرابي مانيال وغيرهم. ما تترددوا تقولوا تستشيروه، وإذا في لزوم إنه يفحصكم هو بيقلكم إنه أفضل تجوا لعندي. دكتور نحن بنشكرك على هذه المقابلة الحلوة، مرسي. والمشاهدين كمان بيقولوا لك ميرسي كتير، وناطرينك كل أربعة إذا الله راد. مرسي نايدا، وبشكر بشكرك بشكر المشاهدين. ثانك الله يو.